انا نجمه. مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان، اهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من زملكاوي النهاردة، ويعني اعذروني النهاردة يعني دور برد شديد، ونظرا للتغيرات الجوية كنت اتمنى ان انا اطلع لحضراتكم افضل من كده، لكن اعذروني يعني طبقا لهوانا وطبقا للوعد نطلع لحضراتكم في الموعد دائما وابدا على شاشة قناة الزمالك في برنامج زملكاوي. مباراة كانت مهمة في الدوري الممتاز، الزمالك يتعادل مع المصري بهدفين مقابل هدفين، يمكن أقاويل كثيرة جدا صاحبت هذا اللقاء، لكن خلينا نتذكر دائما وأبدا لما بتقف أمام موقف صعب لازم تتذكر التاريخ السابق أو الماضي في بطولاتك، الماضي في إنجازاتك، الماضي في كؤوسك. الزمالك الموسم الماضي كان هزم لو تفتكروا حضراتكم، هو في الدور الثاني وام بي وطلاء الجيش، والكل يمكن ساعتها قال ان الزمالك خلاص فقد المنافسه على بطوله الدوري الممتاز، وعاد الفارس الابيض على حصانه يفوز ويجول على ويصول على كل الانديه اللي كانت بتشاركه البطوله في الدور الثاني، وبل يفوز بالبطوله قبل نهايتها مقدما عروض رائعه جدا، مقدما مجموعه من الناشئين على اعلى مستوى. اللي انا عايز اقوله النهارده مش عايزين نتسرع، فيريرا ان يمكن النهارده هجوم شديد بعد المباراه على جيزوالدو فيريرا، هو صاحب الانجازات والبطولات والكؤوس لنادي الزمالك الماضيه. لسه ما زلنا في بدايه الموسم، ما زال العديد من الجولات القادمه، لسه ما زلنا في الجولات الاولى من الدور الاول. أمامنا العديد من الجولات في الدور الأول، ما زال فرصة لتصحيح المسار. الانتظار والاستقرار والدعم لجيزواردو فيريرا من وجهة نظري هو أهم العوامل. لازم يبقى عندنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، ثقة في مديرنا الفني، ثقة في جهازنا الفني، ثقة في لاعبتنا، ثقة في مجلس الإدارة إن هو قادر على تصحيح المسار بأسرع ما يمكن، والعودة مجددا إلى طريق الانتصارات والبطولات، وخاصة ان اخر بطولتين للدوري الممتاز كانوا بتوقيع نادي الزمالك. النهارده يمكن ده ابرز حاجه كنت حابب ابدا بيها نادي الزمالك، لكن حابب ايضا اهني الشعب المغربي الشقيق ودوله المغرب الشقيقه بعد الاداء الرجولي قبل الفوز. يمكن اداء رجولي لمنتخب المغربي ليس في مباراه اليوم فقط، لكن خلال الثلاث لقاءات اللي لعبوهم في بطوله كاس العالم، ويكفيهم فخرا وشرفا ان يتصدروا مجموعتهم ويصعدوا مباشره وفي انتظار المركز الثاني، واعتقادي الشخصي المنتخب الاسباني هو الاقرب. ناس تقول لي يعني الزمالك لعب في ظروف صعبة، طبعا لعب في ظروف صعبة، واللي شايف ان الزمالك ما لعبش في ظروف صعبة هرجع تاني للمباراة يبقى مش شايف فريق الزمالك. يكفيك ان انت بتلعب وانت غائب عنك 13 لاعب اساسي، يعني الموسم الماضي قابلت ظروف صعبة جدا من عدم قيد، بداية هذا الموسم اكثر من اصابة، بدايتها يمكن الونش، وقبليها حتى الصفقات الجديدة سواء سامسون ابراهيم نضاي، بعض الصفقات الجديدة اللي انت ابرمتها هذا الموسم حتى اصيبت في التدريبات واصيبت في المباريات. هو النهاردة لو انا قلت لحضراتكم قائمة مصابين نادي الزمالك دي فرقة بحالها، فرقة بحالها النهاردة غائبة عن نادي الزمالك، ورغم كده الراجل بيحاول، كسب المصري في بطولة كاس مصر، والنهاردة كان متقدم مرتين في المباراة والمصري يعود، هو عدم التوفيق في النهاية، لو كان هناك جزء من التوفيق لكان فاز الزمالك في نهاية المباراة. تخيلوا حضراتكم النهاردة الزمالك بيلعب بدون حارس المرمى محمد عواد، بيلعب بدون محمد عبد الغني بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة بنسبة 100% بشد في العضلة الأمامية وتنفيذ برنامج تأهيلي في التدريبات الأخيرة، أحمد فتوح لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية وبيخضع لبرنامج تدريبي في الآونة الأخيرة بعد التعافي من الإصابة مشرخ في وجه القدم. يعني تخيلوا محمد عبد الغني واحمد فتوح ومحمد عبد الشافي والونش الثلاثه في نفس الخط، خط الدفاعي، تخيلوا محمد عبد الغني والونش وفتوح وعبد الشافي في نفس الخط، الاربعه غايبين، ابراهيم نضاي، زكريا الوردي شد في العضله الخلفيه، ابراهيم نضاي لتنفيذ برنامج تاهيلي بسبب الاصابه بشد في ايضا
العضلة الخلفية، شيكابالا لعدم الجاهزية الطبية بسبب كدمة في الكتف، سامسون أكينيولا برضو لسه ما عادش من الإصابة بشكل كبير، سيد عبد الله نيمار كان نجم اللقاء السابق وكأن يعني عين الحسود أصابته بعد هدفه الرائع أمام النادي المصري، إصابة عضلية مفاجأة قبل اللقاء، نبيل دونجا بيخضع للمرحلة الأخيرة من التأهيل، محمود حمدي الونش قطع في الوتر الخلفية، سيف الدين الجزيري مع نسور قرطاج، وهنتكلم على المنتخب التونسي، لكن لازم نفرق، اوعى نمشي ورا الحملات اللي هدفها ان هي تقلل من عزم نادينا وجهازنا الفني وفرقتنا وفريرا مجلس الإدارة. انت عندك هدف لسه، ما زلت في البداية، لسه بدري جدا 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 على نقطة النهاية، العبرة زي ما احنا بنقول دايما على شمال محمد صبحي تسكن في القائم الأيسر وتسكن الشباك، فيها توفيق كبير جدا، لكن في النهاية هي مباراة وانتهت، لازم نفكر في بكرة، لازم نفكر ان جوزوالدو فيريرا لسه بيبني الفريق الجديد. السنة اللي فاتت جه لو تفتكروا حضراتكم بعد ما تولى المسؤولية برضو هناك العديد كان من بعض المطبات الفنية اللي بدأ فيها خلال توليه المسؤولية، ثم وصل إلى التوليفة الرهيبة اللي فاز بيها تقريبا على كل فرق الدوري الممتاز بدون انتظار وبدون فاصل. فلازم ندعم مستر جيزوالدو فيريرا، الراجل كان مر بظروف خلال الفترة الماضية وسافر ورجع تاني، كابتن أسامة نبيه، الجهاز الفني، كابتن أيمن طاهر بيبذل أقصى جهده مع فيريرا، تجهيز اللاعبين وقت سفر فيريرا ثم الرجوع. لسه بدري جدا 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 يا زملكاويه، لسه بدري على فريق الزمالك، لسه بدري على الدوري، لسه بدري على انتصارات ان شاء الله، الفن والهندسه اللي هتعود بعون الله ان شاء الله الفتره القادمه. بمناسبه المنتخب المغرب، انا حابب احيي كل المنتخبات العربيه. طبعا انا بديت بالمنتخب المغربي الشقيق لان ده اللي حقق يعني انجاز ما بعده انجاز، وتاني انجاز يمكن عمله المنتخب المغربي لتاني مره لو تفتكروا حضراتكم لما اشترك في كاس العالم السابقه في الثمانينات، استطاع التعادل في اول مباراتين ثم فوز في المباراه الاخيره باهداف لخيري لو تفتكروا حضراتكم، نجم المنتخب المغربي، ثم المنتخب المغربي بيقدم احلى عروض فنيه كرويه في كاس العالم من وجهه نظري، قتال اداء حماس، وليد الرجراجي مثال للمدير الفني الوطني الرائع جدا، استطاع توظيف لعبته على احسن مستوى، استطاع حسم مواجهاته. معانا على الهواء كابتن ادريس لوماري لاعب المنتخب المغربي السابق، كابتن ادريس اهلا بيك معانا والف الف الف مبروك. اهلا وسهلا، شكرا على التهنئه. كابتن ادريس، تتوقع يعني كنت النتائج المبهره اللي قدمها المنتخب المغربي؟ من وجهه نظري المغرب دائما وابدا، وانا كان عندي يقين ان شاء الله ان شاء الله ان المغرب والسعوديه كان او المغرب منتخبين عربيين ان شاء الله يتاهلوا للدور اللي بعد كده، لكن المنتخب المغربي ان هو يتصدر المجموعه، كان عندك ثقه ان المنتخب المغربي يتصدر مجموعته الصعبه جدا 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 ولا لا؟ وفي الحقيقه كان هني المنتخب المغربي على التاهل، تاهل اللي مستحق، اللي ما سرقش تاهل امام منتخب بلجيكا اللي كل كان ترشحه باش يكون يفوز او يلعب اضواء طلائيه في بطوله كاس العالم، وكذلك المنتخب الكرواتي مجموعه صعبه جدا جدا، ولكن كنهني وليد الركراكي الناخب الوطني على الروح الوطنيه ديالو، على الذكاء ديالو، على التسيير ديال المقابله ديالو، كيفيه تدبير اللاعبين وكيفيه تدبير مجهودات اللاعبين والطريقه التكتيكيه اللي كيدافع بها بشكل جيد، فيها واحد الكتله دفاعيه كبيرة، ومن التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم كانوا اللاعب مميزين في جل البطولة، رغم أن العديد ما كانش تيظن بأن المنتخب الوطني غيوصل لهذا المستوى، غيوصل هو الأول في المجموعة ويتأهل الدور الأول. شلنا لمسات جيدة، شلنا أهداف جيدة، شلنا دفاع بطريقة عصرية، شلنا لاعب زياش، حكيمي، كلهم
بالروح بالقلب كيلعبوا بالاصرار بالعزيمه، وهذه اشياء ولات متطلبات في كره القدم. هنا كيبين لك السلوك الذهني. ثانيا اهم حاجه في كره القدم هو كيفيه تاثير المدرب على المجموعه. نعرفوا غادي درقراقي لا مدرب كيعرف كيفاش يهيئ لاعبين من الناحيه الذهنيه وكيخليهم يقدموا افضل ما عندهم. في الحقيقه برافو تحيه لوليد الكراكي على هذا الانجاز التاريخي والغير مسبوق لمدرب مغربي عربي. في الحقيقه كل ما كنش ينتظر، ولكن خصنا نثيقوا في, 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 في المدربين ديالنا الوطنيين ونعطيهم الوقت ونعطيهم الامكانيات اللي كنعطيوها للاجنبي، وبالتالي احنا كنشوفوا الانجازات اللي كيقوموا بها. يمكن وليد الكراكي ظهر له بصمات مختلفة تماما عن خليلوفيتش وعودة حكيم زياش مرة أخرى، واختلاف في الأداء زي ما حضرتك قلت كابتن إدريس مع وليد الكراكي، وتشعر أن المدير الفني الوطني دائما وأبدا هو صاحب الإنجازات الكبيرة. أنا عارف أن دي مش أول مرة للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي تأهل لدور ال 16 أيضا في بطولة كأس عالم 86، وكان أول مجموعته بعدما تعادل في أول مبارتين وفاز في المباراة الأخيرة بثلاث أهداف مقابل هدف على حسب ما ذاكرتي ما تخنيش. فدي تاني مرة يتأهل كأول مجموعته وهيتقابل مع المنتخب الأسباني، واعتقادي أن المغرب مع أسبانيا يعني قريبين جدا جدا من بعض حتى في بعض السلوكيات وحتى في بعض التدريبات والسلوك داخل المغرب الشقيق. بالنسبه للمنتخب الوطني ديال 86 كان الاغلب جل لما تنقولوش 90% من اللاعبين المحليين، كان يلاه لاعب او لاعبين محترفين. اللحظه اغلبيه اللاعبين كلهم محترفين ومحترفين على مستوى عالي، زياد تشيلسي، حكيمي، بي اس جي كيلعب مع نيمار مع ميسي، جل لاعبين كلهم كيلعبوا في مستوى عالي. بالنسبه لي تاهل انا من فضلك السؤال بالضبط. المنتخب المغربي تماما عفوا، بالنسبه للمنتخب الوطني والمنتخب الاسباني طريقه لعب مختلفتين. اللاعب المدرب الكراكي يلعب بطريقه واقعيه، طريقه عصريه، حفاظ على نظافة الشباك ومن ثم انتقال من الدفاع إلى الهجوم بطريقة سريعة، وعند ضياع الكرة يحاولون الضغط على الخصم في المناطق، وعندما لم يتمكنوا من استرجاع الكرة يرجعون إلى مناطق الدفاع ويغلقون المساحات والممرات حتى يتركون المساحات للخصم. بالنسبة لإسبانيا معروفة إسبانيا ما بقاش فريق قوي ولا فريق كبير، الفريق اللي مهيئ بشكل جيد والمدرب اللي كيدير قراءه للمنتخبات بشكل جيد. احنا شفنا الدليل هو اليابان اطاحت بالمنتخبات التي كانت مرشحه فوق العاده، المانيا وكذا 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 اسبانيا. اسبانيا فقدت كثير من من من, من القوه ديالها ومن المقومات ديالها. شفنا اليوم ما قدوش يخترقوا اليابان نصف 45 دقيقه لم يمت يلا يتمكنوا من خلق ماشي تا فرص حقيقيه، ما غلقوا لهم الممرات، غلقوا لهم المساحات. انا كنظن وليد الكراكي غيستمتعوا دابا بهذا التاهل مع اللاعبين، ومن الغد غيبدا التحضير لان هناك كاين طاقم، كاين خليه ديال قراءه المقابلات وتقطيع المقابلات واللقطات، وبالتالي غيشوف. انا كنظن الكراكي عنده اسلوب واضح، اسلوب واحد ما غيغيروش، غيبقى بنفس النهج بنفس الاسلوب. الحاجه اللي غيضيفها هو ان وليد الكراكي يخلي اللاعبين يستمتعوا بالفرحه ديال التاهل. غدا ان شاء الله سيبدا التفكير في 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 منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا غنلعبوا مع فريق ما نضروش للتاريخ ديالو والالقاب ديالو، غنلعبوا 11 ضد 11 في الملعب، وكنظن ان المغرب بهذه الطريقه اللي ولا كيلعب بها وبهذا الروح اللي كاينه في المجموعه، لان بدون روح المجموعه واخا يكون عندك لاعبين في مستوى عالي ما يمكنش دير نتائج. شفنا اللاعبين كيفاش متلاحمين مع الطاقم التقني، مع الطاقم الطبي، مع الطاقم الاداري، كل هذه الاشياء لها تاثير ايجابي داخل الملعب، وفي التالي شفنا اللاعبين كيقدموا افضل ما عندهم، سلوكات ذهنيه عاليه، الاصرار، الرغبه، الحماس، الروح، القلب، كل هذه اشياء كان وراءها وليد الكراكي. بالنسبه لوحيد خليلوفيتش
ما حنا كنعرفوا واحد غير كاع الاقصائيات اللي لعبناها ديال كاس العالم ودير كاس افريقيا كلها لعبنا مع فرق منتخبات افريقيه من الدرجه الثالثه، وفي ايام كوفيد وكنا كنستقبلوا في المغرب وكندخلوا في المغرب، ما كناش كنسافروا لافريقيا، المغرب اي منتخب كنا كنستقبلوه في المغرب مرتين، ما كان لا اسلوب لا طريقتان، كان العناد اجود اللاعبين زياش مصراوي، كيف زياش كيلعب في احسن فريق في هذا؟ مصراوي كيلعب في بايرن ميونخ، جول اللاعبين المميزين اللي عندهم شخصيه وعندهم كاريزما وعندهم كاركتر، اللاعب المدرب خالي لوزيتش ما كيرغبش في تواجدهم هنا، وكنعرفوا بان زياش ومصراوي ضحوا بعدم انضمام الى المنتخب الهولندي، ووجدوا مشاكل كثيره مع الصحافه الهولنديه على هذا التضحيه اللي تضحى لاختيارهم الوطني، وبالتالي اقصائهم من المنتخب. السبب الوحيد الذي جعل الجامعه ورئيس الجامعه اللي مشكور والمعود الشعب المغربي، لان الشعب المغربي يفهم كره القدم، اي شعب في العالم حاليا سواء في افريقيا ولا كيفهم في كره القدم، وبالتالي ما غاديش هو من فرنسا وغيورينا كره القدم، كان اختيار صائب بابعاده لانه كان يخلق ودائما كان يخلق المشاكل مع اللاعبين ومع اجود اللاعبين، لانه كان باغي هو يكون النجم، ليس اللاعبين هم النجوم، كان هو باغي يكون هذيك الانانيه والعشرفه ديالو، سواء مع منتخب اليابان، المنتخب اليابان اكبر شعب كيحترم اي واحد، وبالتالي اهل المنتخب الياباني وعندما توجهوا للاعب في كاس العالم ابعدوه، كذلك الكوت ديفوار، كذلك المغرب، هذا الرجل طاعن في السن ليس له القدره وليس له القدره الكافيه لتحمل اللاعبين العالميين واللاعبين ذو الكاريزما العاليه، وبالتالي هذا هو كان جزاؤه، رب ضاره نافعه، عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. جاء وليد القرقراقي لا مدرب عنده ثقافه البطولات، اي مجموعه يمكن يفوز بالبطولات، وشنا مع الوداد البيضاوي ما كانوش، كانت المشاكل الماديه وكانوا ما كانوش اللاعبين، ما عندوش لاعبين جاهزين، وبالتالي عرف كيف يدبر المجموعه، عرف كيف يخلق روح المجموعه وروح التنافس، وعرف كيف يخرج افضل ما عند اللاعبين، هكذا فعل في الوداد وهكذا يفعل في المنتخب الوطني. انا اتمنى لي كما الشعب المغربي من كل قلبي ان يتاهل الدور الربع، وأهني اللاعبين وأهني الجمهور وأهني الشعب المغربي وأهني جلالة الملك محمد السادس الذي يولي عناية كبيرة للمنتخب الوطني، هنيئا لنا وهنيئا للأمة العربية بهذا التأهل. أتأسف على المنتخب المصري لأن عنده أجود لاعبين، لأن بطولة العالم عندها ثقافة بوحدها، عندها تقليد بوحده. أن أظن هذه رسالتي للمسؤولين على المنتخب الوطني أن يفكروا وأن يعملوا تشخيص ما سبب عدم تأهل المنتخب المصري إلى البطولة العالمية، فعلا يفوز بالبطولة الإفريقية ولكن مثل صلاح بالعدد من اللاعبين يجب أن يتواجدوا في البطولة العالمية. أتمنى من كل قلبي أن يجلسوا بكل تأني وبكل روح وطني وأن يفكروا وأن يتشاوروا مع 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 مع, مع الدول مثل اليابان، لأن جنوب شرق آسيا قادمين بقوة. صح. تعلم شيء أقول لك، المنتخب الياباني سمعتها هذه 10 سنين لأنهم أكدوا بأنهم في 2050 سوف يفوزون ببطولة كأس العالم، سواء المنتخب النسائي وسواء منتخب الرجال، وشايف شفنا كيف يلعب المنتخب، تنظيم عالي، سلوك ذهني عالي، ما يمكنش تحمل. كابتن إدريس، يعني عايز أسألك سؤال برضو، يعني وجود أشرف بن شرقي وكان احترافه في نادي الزمالك وكان في مستوى مرتفع جدا وكان يذهب في المنتخب المغربي الشقيق، عدم وجود احتراف أشرف بن شرقي في الزمالك واحترافه في الجزيرة الإماراتي قلل من فرصه للانضمام للمنتخب المغربي؟ متفق معك، كنا كنتمناو حاجه واحده، اما بالشرق يبقى في الزمالك او ينتقل لاوروبا، ولكن هو الاختيار ديالو هو حر فيه، هو عارف بان لمشى مثل هذه البطولات، كنعرفوا البطولات ما تيكونش فيها ايقاع كبير، ما تيكونش فيها تنافسيه كبير بالمقارنه مع اوروبا، ريتم عالي سواء انجلترا سواء اسبانيا سواء، وكره القدم الحاليه تعتمد على اللياقه، لان كره القدم الحاليه والعصريه تعتمد على السرعه على
الايقاع، وبالتالي في هذه البطولات مثل هذه البطولات ليس هناك ايقاع، ليس هناك. وثانيا هناك اختيار، هناك رحمي من اجود لاعب لم يتم استدعائه وهو يعمل ما يفعل في العين، وبالتالي هناك بوفال، هناك عدد من اللاعبين اللي كيلعبوا في مستوى عالي. بالنسبه للسعوديه، اظهروا للعالم بانهم لانهم طاحوا في مجموعه قويه، والانجاز التاريخي اللي حتى واحد ما كان تظنوا بانهم غينتصروا على الارجنتين ديالها المرشحه للفوز بهذا. مع الاسف هنا كنهضروا على الايقاع واللياقه البدنيه، اعطوا كل ما عندهم من ناحيه اللياقه البدنيه، والمقابله الثانيه كذلك اعطوا، والمقابله الثالثه ضد فريق المكسيك كنعرفوا الايقاع كثير، والبطولات العربيه ليس بها هناك ايقاع كثير، دونك بطولات العالم لا بغيتي. كابتن ادريس، عايز اخذ رايك في حاجتين. يعني المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك النهارده يعني بعت ترقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق على الإنجاز الكبير، ولكل أفراد المنتخب الوطني الشقيق والجهاز الفني ونجوم المنتخب المغربي عبر السنوات الطويلة في بطولات كأس العالم. واعتقادي دي حاجة مش جديدة في العلاقات بين الأندية المصرية والمنتخبات الشقيقة وعلى رسوم المنتخب المغربي. تماما. انا كل تدخلاتي، كل مداخلاتي في قناه الزمالك دائما كنت اهنئ هذا الرجل. هذا الرجل ذو كاريزما قويه، هذا الرجل يحمي فريقه، هذا الرجل ليس مثله ولم يمر لن يمر مثله رئيس في نادي مثل الزمالك او في جميع الانديه. رجل صريح، رجل واقعي، يقول الصراحه رغم اننا نعرف ان الصراحه تؤذي في بعض الحالات، ولكن كيف ما كان الحال يقول الصراحه اخير من ان ينافق. رجل يحمي فريقه، رجل يتطلع لان يجعل الزمالك من اكبر الانديه العالميه. رئيس يحترم الجمهور، يضحي من اجل الجمهور، ضحى من اجل الزمالك، اودي من اجل نادي الزمالك، تعرض للمؤامرات، تعرض لعده اشياء. نحن كوداديين وكمغاربه انا نحب هذا الرجل، وهذا الشيء ليس غريب على الرئيس منتدى منصور. تحياتي ليك مني ليك إدريس لوماري، لاعب دولي سابق ومدرب حالي، أتمنى له طول العمر، وأتمنى له أن يفوز بنادي الزمالك بالألقاب العربية والقارية والعالمية. بشكرك كابتن إدريس. ومسك الختام يمكن لكلام حضرتك، هو العلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والمغرب الشقيقة كبيرة جدا على مستوى الأندية وعلى مستوى الاتحادات وعلى مستوى رؤساء الأندية، حتى الأندية وبعضها في بطولات أفريقيا، ودائما وأبدا إن شاء الله المنتخبات العربية يد واحدة. برقية رائعة من المستشار مرتضى منصور، وتهنئة للملك محمد السادس طبعا لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق على الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بالتأهل إلى دور 16 وبطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر. وأعرب رئيس القلعة البيضاء عن أمنياته بدوام التوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم في بطولة كأس العالم، وكان المنتخب المغربي كان تأهل لدور 16 لبطولة كأس العالم بعد فوزه على كندا بهدفين مقابل هدف واحد في ختام مباراة المجموعة السادسة القوية جدا جدا، ورفع رصيده إلى 7 نقاط. برضو بعتذر لحضراتكم مرة تانية وللي ما تابعوناش من الأول، لنزلة برد كده شديدة وصوتي متغير، لو فلت مني كلمة كده أو كده يعني أو كحة سامحوني. هنروح لفاصل نحتفل بالمنتخب المغربي الشقيق ونعود مرة تانية مع حضراتكم بعد الفاصل. إنجاز تاريخي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم خلال رحلته في كأس العالم قطر 2022 ببلوغ الدور الثمن النهائي إثر تغلبه على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف، واعتلى أسود الأطلس قمة المجموعة الرابعة في كأس العالم محلقين في الصدارة برصيد 7 نقاط، ومن خلفهم المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الأخيرة من المونديال، والذي قطع بطاقة الترشح الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على بلجيكا.
وقدم المنتخب المغربي مستويات فنية مبهرة ونتائج مشرفة خلال النسخة الجارية من كأس العالم، رفعت رؤوس جماهير الكرة العربية من المحيط إلى الخليج. وحقق المنتخب المغربي عدة أرقام مميزة بعد الانتصار المدوي على كندا، حيث أصبح أول منتخب عربي في تاريخ المونديال يتأهل للدور الثاني بعد تصدر مجموعته، كما أصبح المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يتمكن من بلوغ الدور الثاني لكأس العالم مرتين. شكراً رجال المنتخب المغربي، أثبتتم قدرات وإمكانيات الكرة العربية في المحافل العالمية. قبل أن أبدأ الندوة أتوجه بالشكر لسيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يعني عندما تم اقتراح الندوة أنا والسادة المسؤولين عن الصالون توجهنا لسيادة المستشار مرتضى منصور ووافق على الفور، يعني بدون أي تردد وكل حفاوة وترحاب قابل أعضاء الصالون ولم يتردد لحظة واحدة في إنشاء الصالون. وهذه الندوة يعني عن التسامح وعدم التعصب، يعني التسامح أمر جميل حست عليه الأديان السماوية وحست عليه كل القوانين. التسامح يعني سمة من سمات المجتمع الراقي، المجتمع المتحضر، المجتمع الذي ينبذ العنف والتعصب. التعصب أمر يعني بغيض في كل شيء، سواء تعصب رياضي، تعصب سياسي، تعصب ديني، يعني التعصب أمر مرفوض في كل الأديان السماوية. والتسامح يعني وقبول الآخر والحوار مع الآخر أمر حست عليه الأديان السماوية. يعني القرآن الكريم يعني أكد على التسامح والعفو عند المقدرة. نادي الزمالك مؤسسة رياضية عظيمة، ده رياضية وثقافية وفكرية وكل شيء جميل. يعني نادي الزمالك يضم عظماء المجتمع المصري، يعني الدكتور أحمد زويل رحمه الله، الدكتور مجدي يعقوب، الفنان شكري سرحان، الأستاذ مفيد فوزي، يعني دول عمالقة من عمالقة الزمالك ومشجعي نادي الزمالك. الحقيقة أولا إنشاء هذا الصالون جاء في وقته تماما، وإحنا بصفة عامة والشباب بصفة خاصة يحتاج إلى ثقافة، وثقافة مركزة. مر على هذه البلد فترة كانت بعيدة شوية عن الثقافة، وتم تجريف لعقول الكثير من الشباب اللي النهاردة بنحاول نستعدهم من خلال هذه الصالونات. صالون نادي الزمالك صالون الحقيقة متميز لسببين. أولا بيحظى وبيلقى دعم من سيادة المستشار رئيس النادي ومن ناحية، ومن ناحية أخرى أن القائمين عليه سواء الدكتور سهام الزعيري أو الدكتور محمد ناس لهم باع في مجال الثقافة، بحيث أن هم من أول يوم منظمين. وأنا يعني كان من حسن حظي أني كنت واحد تقدر تقولي من المؤسسين، لأن أنا حضرت الصالون من أول ندوة فيه وكان ليا فيه مداخلات، لأن أول ندوة اتعملت في أكتوبر وباعتباري أحد أبطال أكتوبر زي ما بيقولوا كنت ليا مداخلة كبيرة، وليا يمكن كنت ضيف الصالون. وثم الندوة التالية بعد كده وهكذا. طبعا أنا سعيد جدا هذا المساء باستضافة نادي الزمالك ممثلا بالصالون الثقافي بالنادي، وهذا شرف عظيم لي أن أكون موجود في هذا الصالون العريق، وهي خطوة جميلة جدا من نادي الزمالك أنه يتم في الجانب الثقافي. ونتمنى يعني على مستوى عربي أن مثل هذه الأفكار أن تنتشر، خاصة هناك أندية عربية للأسف تركز على الجانب الرياضي فقط ولا تعطي الجانب الثقافي حقه.
التسامح ونبذ التعصب طبعا من العناوين المهمة جدا ومعنيين كبار جدا جدا. التسامح شيء رائع وخاصة في أحلج الظروف وفي أحلج الأحيان، مهم جدا أن أنت تتسامح، وحث ربنا سبحانه وتعالى على التسامح في كل المواقف، وخاصة لما تكون في موقف صاحب قوة فيه، وأن أنت تسامح ده اعتقادي الشخصي له ثواب عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. استقبل نادي الزمالك والمكتبة الخاصة بنادي الزمالك الصالون الرياضي تحت عنوان التسامح ونبذ التعصب. الحقيقة يمكن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ما بيتأخرش في مثل هذه الندوات الثقافية المهمة اللي بتحث المجتمع الوطني والمجتمع المصري على العديد من المعاني الرائعة الكبيرة. هبدأ مع حضراتكم بمجموعة الأخبار قبل ما أروح لضيوفنا الأعزاء النهاردة، يعني تأكيدا لكلام اللي قلته لكم في المقدمة، لسه بدري جدا جدا على الهجوم، ولسه بدري على فريرة، ولسه بدري على اللاعبين، ولسه بدري على المشرف على كرة القدم أمير مرتضى، ولسه بدري على مجلس الإدارة. إمام عاشور أفضل لاعب في لقاء الزمالك والمصري، حصد إمام عاشور لاعب وسط فريق الزمالك النهاردة جائزة أفضل لاعب. شايفين كده محمود جاد مش مصدق إن مهم جدا إن اللاعب الذكي أو المهاري يقدر يصوب لحظة ما زاوية الرؤية عند حارس المرمى مش موجودة، وده اللي عمله إمام عاشور، وتحية لإمام عاشور في هذا الهدف، ولقطة رائعة جدا ومن أحلى أهداف الدوري. إمام عاشور في المقابل يعني واضح بعد الكلام الكتير اللي اتقال خلال الفترة الماضية وبعد الإشاعات واستكمالا للإشاعات والصفحات، قال لك أنا يعني مستعد إن أنا أرحب وبرحب بتمديد عقدي مع النادي في الفترة الحالية لمدة 3 مواسم مع تعديل راتبي السنوي، ومن المنتظر أن يعقد مسؤول الابيض جلسه مع اللاعب خلال الفتره القادمه. ينتظر عاشور عوده وكيل اعماله من خارج البلاد لحسم ملف تمديد التعاقد لغلق قدم لجنه طلاع الجيش في الجوله السادسه من مسابقه الدوري الممتاز. تعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين في لقاء اليوم ليرفع الابيض رصيده الى 8 نقاط. الزمالك يدرس قطع عارض محمود شبانه لسموحه. دخل محمود شبانه مدافع الزمالك المعار الى سموحه دائره اهتمام مسؤولي الفريق الابيض، ورحب محمود شبانه بعودته الى الفريق الابيض، واكد لمسؤولي الزمالك انه تحت امر النادي في اي وقت ولن يستطع عدم تلبيه النداء، وخصوصا ان عقد اعارته الى النادي السكندري يتضمن بندا يتيح للنادي الابيض قطع اعارته واستعاده اللاعب في اي توقيت. فيريرا الدونجا ستكون من العناصر الاساسيه بعد عودتك، ده جزوالدو فيريرا، وتحدث فيريرا مع دونجا وقال له مدى جاهزيتك ايه خلال الفترة القادمة بعد ما انقطع شوطا كثيرا في برنامج تأهيلي واقترب من العودة للتدريبات الاجتماعية. واكد مدير فني الزمالك دونجا لدونجا ثقته الكاملة فيه، مشددا على انه سيكون احد عناصر الفريق المهمة بعد عودته. الزمالك ينتظر عودة الجزيري لحل الأزمة الهجومية. الزمالك يفوز على الشمس في دوري كرة اليد 46-27، وناشئات طائرة الزمالك يهزمن القاهرة في بطولة الجمهورية. فاز فريق الناشئات للكرة الطائرة من الزمالك تحت 18 سنة على نظيره نادي القاهرة 3 أشواط مقابل شوط في المباراة اللي جمعتهم يوم الخميس على الملاعب المفتوحة. الزمالك 2007 يهزم أسوان برباعية في بطولة الجمهورية في مجمع الملاعب في القلعة البيضاء بالجولة 10 لبطولة الجمهورية. سجل أهداف الزمالك يوسف علي عمر، أحمد محمد علي سينا، أحمد حسن ويوسف محمود. وشهدت المباراة ظهور أكثر من لاعب بمستوى مميز جدا يقود الجهاز الفني لنادي الزمالك كابتن أحمد رزق. هو كابتن أحمد رزق من المدربين المحترمين كابتن محمد مصطفى، كابتن حمدي صالح، تامر وحيد، هو محمد كمال الدين، وابراهيم عبد الرحمن، ومرتبة يد 2004 يهزم الشمس في الدوري 34-24. كان الفريق فاز على جزيرة الورد 34-22 في الجولة السابقة، ويلاقي نظيره العبور في الجولة القادمة. يقود الجهاز الفني كابتن هاني يسري، المدير الفني محمد ابراهيم، مدرب دكتور اسلام علاج طبيعي، محمد سباعي مخطط احمال، وحسام عصمت مدير اداري. سامحوني في صوتي مرة تانية وثالثة،
متأسف لحضراتكم، هنروح لفاصل نستقبل ضيوفنا بعد الفاصل إن شاء الله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ويعني بعتذر على صوتي مرة واثنين وثلاثة، أنا آسف جدا، وأي يعني خروج كده كحة أي حاجة يعني سامحوني طبعا نظرا للأحوال الجوية اللي احنا بنمر فيها والتغير المناخي. كابتن خالد متولي نجم من نجوم نادي الزمالك والمدرب الرائع والمدير الفني الرائع، كابتن خالد اهلا بيك وشرفنا ومنورنا النهارده في قناه الزمالك. حبيبي يا كابتن خالد والف سلامه عليك. الله يسلمك، ربنا يخليك كابتن. عليك طبعا، انا سعيد طبعا في قناه الزمالك نادينا طبعا الحبيب، واتمنى لي التوفيق دايما يعني. انا هبدا باليمين، كابتن عبد اللطيف الدوماني راس الحربه يعني المميز جدا جدا، ويمكن كان لي شرف ان انا كنت عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وفي وجود عبد اللطيف الدوماني كان راس حربه نادي الزمالك، ساهم في العديد من البطولات، مدير فني له بصماته، نمسك الخشب كسبان اخر ماتشين، تسبب في رحيل اثنين من المديرين الفنيين في دوري القسم الثاني. هو بيضحك هو، وكان مصر ان انا ما اقولهاش، بس ما يعني ما اقدرش، بحاول ارفع من معنوياتي عشان انا لسه صوتي يعني ما طلعش قوي. كابتن عبد اللطيف اهلا بيك، مشرفنا منورنا في قناه الزمالك. وجودي مع حضرتك والف سلامه على حضرتك طبعا. الله يسلمك. قامات كبيره معانا طبعا الاستاذ صبحي، كابتن عبد الشريف، استاذ عبد الشافي، الكابتن خالد، وحضرتك الف سلامه عليك وكل التحيه للساده المشاهدين. اهلا بيك كابتن عبد اللطيف. معنا على شمالي الاستاذ صبحي عبد السلام، ناقدنا الرياضي الكبير الجميل، واعتقادي الشخصي المره الاولى الاستاذ صبحي يبقى معايا في زملكاوي، او انا اكون معاه في زملكاوي. استاذ صبحي عبد السلام زي ما بيقولوا كده وان واي، جريء صريح، معايا اتنين جابها الشمال دي صريحه جريئه صواريخ هو في الحلقه يعني عيان النهارده، كان هيستغله ده ويشوطه جامد. استاذ صبحي اهلا بيك ومشرفني ومنورنا. اهلا بيك كابتن خالد، بس صح لك معلومه بما ان بقى عندك برد. لا دي تاني حلقه، اول حلقه كنت معاك والله، اول حلقه ليا زملكاوي كنت معاك، يمكن الصبح بس عشان البرد. انا بقول لك انا مش البرد مش بس انا من ساعه ما شفتك في الانترو انا خايف اطلع، بس بص اخترت الكرسي دي انا. ده انت هتبعد اكتر كمان. الله يسلمك. نقدنا الرياضي الاستاذ عبد الشافي صادق، واستاذ عبد الشافي يعني علاقه ممتده طويله برضو، زي ما انا قلت على الكابتن عبد اللطيف الدوماني بقول على الاستاذ عبد الشافي صادق ياما، وانا فاكر يمكن يعني اخر من اكتر الشخصيات اللي انا فاكرها كان زمالك والرجاء في نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب، وكنا قاعدين في المغرب وكان الاستاذ عبد الشافي صادق مرافقا لبعثه نادي الزمالك، والحمد لله تعادلنا هناك 0-0، وربنا كرمنا وكسبنا في لقاء العوده بهدف مقابل لا شيء احرزه دونجا الكره المصريه، كابتن تامر عبد الحميد. استاذ عبد الشافي اهلا بيك ومشرفني ومنور. استاذ خالد انا اشكرك طبعا، وسعيد ان انا معاك والف سلامه عليك. الله يسلمك. وسعيد ان انا موجود مع الكوكبه الكابتن خالد والكابتن الدوماني والاستاذ صبحي وحضرتك، وبس دي اول مره اكون معاك صح؟ في زملكاوي. انا خفت اقول بقى طلعت لو انا غلط فقلت خفت اقول الثانيه. اول مره كنا معاك زملكاوي، ورحله الرجاء احنا خدنا في البطوله سنه 2002 طبعا، وخدنا احسن نادي في العالم كمان في فبراير 2003 وكابرال كابتن محمود سعد، والكابتن محمود طبعا سعد طبعا. وافكرك برضو تاني ان احنا خدنا برضو دوري ابطال افريقيا من شوتنج ستارز في نيجيريا طبعا، ما اعرفش كنت معانا ولا لا، لو خدنا في الكاميرون حاجه و80 حاجه و90 وخدنا كمان في الكاميرون الكاس الكوس في الكاميرون. لا يمكن بقى قبل ما اخش انا مجلس الاداره انا دخلت 2001 في اربع مرحلات رحتها مع الزمالك جبت بطولات يعني ما شاء الله، مش انا اللي جبتها، الزمالك اللي جابها طبعا. انا كنت سعيد ان انا كنت مرافق، كنت شاهد على العصر. انا سعيد دايما ان اكون موجود مع حضرتك، ولينا باع طويل كابتن خالد، حتى اول مره يدخل المجلس كنت طبعا من الناس المؤيدين ليه، لان هو امتداد لرموز وجيل الكابتن لطيف. ربنا يخليك يا استاذ عبد الشافي. كابتن خالد انا هبدا معاك ومع زملائنا بمنتهى الامانه والصراحه، مش شايف ان الهجوم مبكر جدا جدا على فريرا والجهاز الفني واللاعبين ونحن بنلعب في الجوله الخامسه من الدوري الممتاز؟ فريرا تولى في مناسبات قبل كده وبدايته ما كانتش على ما يرام، الموسم الماضي برضه في الدور الثاني بدايته ما كانتش على ما يرام، لكن كان الجمهور عنده ثقة والإدارة عندها ثقة وكلنا كنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى في التعويض، وقد كان يعني مش كسبنا الدوري بس، لا ده احنا كسبنا الدوري قبل أسابيع من نهايته. حاسس ان هناك حملة ممنهجة على فريرة، على بعض اللاعبين، على أمير مرتضى منصور، على مجلس الإدارة، بمنتهى الأمانة قول لي وجهة نظرك وتجرد من كل يعني انسى ان انا أمين صندوق نادي الزمالك، انا النهاردة مذيع في برنامج زملكاوي وبتكلم مع حضرتك بمنتهى الحريه والشفافيه.
لا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الهجوم طبعا في الفتره دي هو مش يعني المفروض ما يكونش صحيح تماما، لان الراجل اخذ بطولات قبل كده برضو في حوالي 10 اصابات في نادي الزمالك. 13 صدق 13 من 10 ل 13 انت عايز تقول المؤثرين، انما العدد 13. لكن في دايما بيبقى في هيكل طبعا المؤثرين طبعا طبعا اللي هو بيأثر في التيم. اعتقد كمان من اهم الاولويات انا من وجهه نظري الشخصيه الونش طبعا، لانك انت النهارده في لو انت شفت في المباراه النهارده حضرتك في خلال 90 دقيقه في اخطاء بتبقى خفيفه جدا، لكن بوجود الونش بقيمته بخبرته فالحاجات دي ما كانتش بتبقى متواجده. واخطر حاجه النهارده في نادي الزمالك ده من وجهه نظري الشخصيه ان ازاي انا يعني نادي الزمالك تيم كبير وبطل افريقيا وبطل مصر وبطولات كبيره جدا، ان انا جبت جون بعديها بدقيقتين ثلاثه التعادل صح. اخطر فترات المباراه يا كابتن خالد يمكن في اول 10 دقائق من بدايه المباراه صح، وما بين الشوطين برضو في اول 10 دقائق. ولما انت تجيب جول لما بتجيب هدف انت لازم على الاقل تبقى فيه استيبل تماما بعد 10 دقائق من احرازك الهدف، بعد كده بخش مباراة. لكن انا بتكلم بالنسبه لمستر فيريرا طبعا لا هو طبعا مدرب كبير، ولكن يمكن بس المشاكل اللي موجوده انك انت النهارده نادي الزمالك بيلعب بدون سترايكر. كنت لسه اقول لك، لا ده انا اقول لك على حاجه كمان يا كابتن خالد، بلغه المدربين وانت مدرب كبير وكابتن عبد اللطيف ومقادنا رياضيين كبار سواء الاستاذ عبد الشافي او الاستاذ صبحي، انت بتلعب النهارده من غير عمودك الفقري، عواد مش موجود، الونش مش موجود، عبد الغني في نص الملعب اللي عامل موسم من اروع ما يكون الموسم اللي فات، سيف الدين الجزيري مش موجود، فانت عمودك ده غير بقى نيمار والوردي ونضاي. ده انت قلت كلمه خطيره جدا، انت حضرتك لما تيجي تكون فريق اول حاجه انت بتكونها هو العمود الفقري طبعا، تخبل حضرتك حراسه مرمى، سردي باكين، اثنين ديفندر، سنتر فيرود، تمام. ففعلا كل دول مش موجودين، بس برضو ايه انا بتكلم في نقطه ايه، ان انا عندي يعني قيمه نادي الزمالك، لا انا قيمه كبيره في لعيبه واعده، حسام اشرف لعيب كويس طبعا، اسامه نبيه ممكن يلعب، بيلعب ناحيه الشمال، بيلعب سترايكر. فانا بتكلم ايه، اوباما طبعا، اوباما على فكره انا شخصيا من اللعيبه اللي انا بحترمها جدا فنيا، ولكن هو يمكن بقاله فتره يمكن مش هو ده اوباما، لكن الفتره دي يمكن الماتش اللي فات عمل جيم كويس، الماتش ده برضو حاول، لكن البوزيشن بس واخد بالك بيبين قيمه اللعيب. يعني حضرتك لو زيزو لما لعب في الجنب اليمين طبعا عدلته خطوره عاليه جدا عدلته، فهل الراجل معذور ولا الراجل هو في دماغه فكر؟ فانت طبعا الراجل يعني بخبره مستر فيريرا، انت لما تيجي بتتكلم لا انت مش بتنقد، لا انت عايز نادي الزمالك في احسن وافضل طبعا بالظبط كده طبعا. فاعتقد طبعا هي المشكله الرئيسيه في العمود الفقري زي ما انت حضرتك قلت، بالاضافه ما فيش سترايكر تقدر تسند عليه مع شلبي او مع زيزو، فهي ديت الحاجه اللي شوف بقى راي الاسترايكر ايه يا كابتن عبد اللطيف. صح كابتن عبد اللطيف، يعني انا حابب اتكلم مع حضراتكم في الناحيه الفنيه، لان مع الاستاذ صبحي والاستاذ عبد الشافي برضو من وجهه نظر الكوره مش في الملعب بس طبعا، جزء من الملعب وجزء بره الملعب. اللي بره الملعب لسه هروح له مع الاستاذ صبحي والاستاذ عبد الشافي، لكن انا حابب اتكلم فنيا معاك كابتن عبد اللطيف، ان حسام اشرف وزي ما قال كابتن خالد و و و ممكن تنزله في وقت تبقى انت اوريدي كسبان 2-0، كسبان مطمئن النتيجه، انما كمان المباراه صعبه. خلينا نتكلم بامانه، النادي المصري من احسن الفرق هذا الموسم، وكسبته كمان من اسبوع بالظبط، ولسه كسبانه، وفي مشكلة حتى فيريرا حذر على ده بالظبط. فاعتقادي الشخصي كانت الضغوط كبيره على اللي بيلعب مكان الاسترايكر الاساسي اللي هو سيف الجزيري. كابتن بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البدايه يمكن لو على الورق الاربعه بونت مش حاجه في كره القدم، دي مباراه واحده تعوض طبعا، لكن القلق كله والخوف من اللي جاي. يعني نادي الزمالك الموسم اللي فات خد بال حضرتك ما كانش في بديل، لكن كانت الروح اعلى، وكان في شخصيات في الملعب كنت تحس كل خط من اللعيبه كان في قائد. انت مفتقد دي هذا الموسم، مفتقده، مفتقد نادي الزمالك بقوته ان اجيب جون ويترد عليا جون بعدها بدقيقه، ده طبعا لازم يكون حد جوه الملعب يكون يقدر بخبراته يقدر يتكلم في الامور اللي هي الفنيه دي. انا معاك ان هي غيابات كتيره وغيابات مؤثره، حظ نادي الزمالك ان الغيابات كلها جت في توقيت واحد واماكن مؤثره، تقدر كل لاعب في اللي حضرتك قلتهم دول يقدر، يعني الونش لوحده يقدر يشيل خط الدفاع لوحده. حضرتك بتتكلم في محمد
عبد الغني كان بدا يظهر في لا ولو دونجا موجود يفرق طبعا وفتوح وعبد اسمع ده في اربعه في خط الدفاع لكن انا شايف ان احنا يعني في هدوء يعني احنا الموسم اللي فات خسرنا طارق الجيش وخسرنا انبي موسم اسبوعين ورا بعض الدنيا خلاص قالت لك الدوري بعيد عن نادي الزمالك الامور اتلمت بشكل كويس جدا اداريا وفنيا والزمالك رجع لقوته وكان اقل من كده في كلاعيبه انت حضرتك ما كانش كنا الجزيره طول السنه بيلعب وعمر السعيد على فترات وكان مصاب حاليا كل لاعب وله البديل بتاعه فاعتقد يعني هي وجهه نظر ان يمكن برضو لازم يعني مش عايزين برضو نحمل اللعيبه لابد برضو الجهاز الفني برضو يتحمل جزء طبعا من اللي بيحصل ده لازم اللعيبه يقعدوا مع بعض ولازم يشوفوا حل لنادي الزمالك ما ينفعش ان بطل الدوري الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه وتبقى البدايات متعثره بالشكل ده الدوري الموسم اللي فات الطبيعي يدينا ثقه الموسم ده يعني فالمنطق ده الموسمين اللي فات فالمنطق مباراه السوبر طبعا في اخفاق مباراتين على التوالي في تعادل لازم في وقفه انت بتلعب على بطولات مش بطوله واحده فالطبيعي انك لازم يبقى في وقفه جاده جدا ومن وجهه نظري لازم جدا مستحقات اللاعبين مستحقات الاجهزه الفنيه التعاقدات احترام التعاقدات اللي انت عاملها في بدايه الموسم عوامل نفسيه منها سفر فيريرا لوفاة يمكن ابن زوجته والعودة في خلينا نتكلم برضو بأمانة فيريرا مدير فني عبقري وكل حاجة لكن برضو السن مش صغير بنسبة كبيرة فأكيد متأثر برحيل ده خلينا نتكلم بأمانة عندك 13 واحد مصاب بتفكر فيهم وانت زي ما انت بتقول زي ما الكابتن عبد اللطيف بيقول انت داخل على جدول صعب جداً الحجز ما زال موجودا بأن يمكن اكتر من شهرين وزي ما قال المستشار مرتضى وعجبني جدا اخر تقرير لي قال لك انا خلاص زهقت ومش هتكلم في الموضوع ده تاني وانا ببحث وما بنامش عشان اقدر احل ازاي للموظفين والعمال والاجهزه الرياضيه كل دي عوامل محيطه اكيد بتاثر على فريق كره القدم بالتاكيد يا كابتن خالد خليني الاول اقول لك انه انا عاذر طبعا بعض جماهير الزمالك اللي هي زعلانه من قلبها اللي هي تعودت الزمالك جاي من بطولتين دوري وجاي من بطولتين كاس جاي من بطولات كبيره جاي من حاله استقرار فني ومادي ومعنوي كبير السنتين ثلاثه اللي فاتوا فطبيعي انا كمشجع زملكاوي دايما طبعا في الفوز وبعيد عن الخساره لكن مش هعذر ابدا الكتائب الالكترونيه اللي منتظره ان الزمالك يسقط علشان نستل سكينه ونقعد بقى نضرب في كل حد اللي عايز يخلص مع مرتضى منصور يخلص واللي عايز يخلص مع امير يخلص وسايبين الزمالك لا النقطتين اللي ضاعوا النهارده والنقطتين اللي قبلهم يخلونا في منتهى القوه في ظهر نادي الزمالك الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت والاهلي كان سابق بسبع ثمان نقط يعني زي ما قال الكابتن عبد اللطيف المساله لسه في بدايتها ورب ضره نافعه بالفعل انا ممكن النهارده استفيد ممكن النهارده التعادل يبقى مفيد بالنسبه لي بس مصدر القلق ايه يا كابتن خالد انه انت جاي من خساره سوبر وجاي من خساره كاس لوسيل وجاي من تعادلين في الدوري المصري فالمساله فيها شويه قلق اما الاسباب اللي انت ذكرتها طبعا الغيابات مؤثره على الرغم من ان الزمالك كسب المصري من اسبوع بنفس الغيابات وده عامل برضه غياب نفس اللاعبين بس خلي بالك ده عامل من العوامل في رايي الشخصي من الصعوبات اللي تضاف للقاء النهارده لا اللي كان فيه حاله من التركيز العالي ماتش الكاس كان فيه حاله من الصراع على الفوز النهارده مش هنحط رؤوسنا في الرمل زي النعام في خلل في اخطاء سواء من قبل بعض اللاعبين او من الجهاز الفني وبعض التأليفات معلش خليك تكمل لا خليك تكمل يعني فيريرا مصر على انه ارتكب بعض الاخطاء هو لحظه واحده انا هديك مثل وهسيبك تكمل سيد نيمار صعب الهدف النهارده غايب مثلا ده اضافه للغيابات انا عايز اقول ان ده مؤثر فاحنا اتفقنا اهو ان الغيابات طبعا مؤثره جدا في بعض الاخطاء جايز في الخطه او في التشكيل انا مش فني بتوع الكره طبعا موجودين جايز لكن في حاله معنويه بيترتب عليها الوضع داخل نادي الزمالك الزمالك في حالة يرسى لها لب الزمالك في حالة غليان صح. الزمالك في حالة عدم استقرار ناس بتصدر لك مشاكل طول الوقت فكرة الحجز على رصيد النادي ده أنا شايفه زي ما بيقولوا بالبلدي كده ده خراب مستعجل تكتيف. يعني فلذلك أنا أقول لك دايما اللي جاي مش حلو ولما قلت الجاي مش حلو في الحلقة اللي فاتت أنا أقصد إن اللي مش حلو زي التعادل ما هو طالما إن مفيش استقرار وفي لعيب في الملعب مشغول إنه يخشى يجي بداية الشهر ومستحقاته غير موجوده فبالتالي تركيزه مش كامل اداؤه مش كامل قيس بقى على ده الاجهزه الفنيه اللاعبين الاجانب مش في كره القدم بس في كل اللعبات التانية فانت عندك مشكله كبيره جدا ولما اتكلم رئيس نادي الزمالك كتير
ولما اتكلمنا معاه والله العظيم ما بنسلي الناس، احنا مش طالعين مش فقره السيرك، لا طبعا احنا مش طالعين نسلي الناس طبعا. ولا طالعين ننفخ في قربه مقطوعه، احنا طالعين نقول لكم الزمالك مؤسسه رياضيه تربويه اجتماعيه كبيره جدا، رياضيه طبعا عندها مريدين بالملايين داخل مصر وخارج مصر. هو ليه ما فيش حد عايز يمد ايده يساعد الزمالك؟ لا فكره إن... لا ما هو انا هكمل يا كابتن، اتفضل. لا انا عايز اقول حته وخليك تكمل. عندي وزير شباب ورياضه بيشاهد المشهد من بعيد، علما بانه نفس الوزير اتحرك لما الاهلي فكر ما يلعبش مباراه، راح رئيس النادي الاهلي في البيت. الزمالك مش اقل من الاهلي، الزمالك مش اقل من الاهلي، ومع ذلك انا ما بقولكش روح لمرتضى منصور البيت، انا بقول لك خاطب المسؤولين، خاطب الناس اللي عامله في 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 الزمالك هذا الكلام جوه المحاكم. الزمالك لا يجب انه يدار بطريقه محاكم. ايه يا جماعه ده عفى عليها الزمن الفكره دي. الزمالك هو النادي الوحيد في مصر اللي بيدار من خلال محكمه النقد ومحكمه الاستئناف، واحنا قاعدين طول الحلقات نفسر. هو لو مرتضى خلينا نتكلم بامانه، ولو فلان اتقبض استنفذ قوات كتيره جدا، بيستنفذ من قوته في في كم المحاكم وكم الجلسات كبير جدا. نشدنا جداً الدوله، نشدنا المؤسسات الرياضيه، نشدنا اخي حتى ممدوع عباس نفسه صاحب الحجز، محدش لا مجيب لا مجيب. محدش سامعك، محدش شايفك. هل مطلوب ان الزمالك يخسر المزيد من النقاط؟ هل المطلوب ان الدوري ينتهي بالنسبه للزمالك هنا وننقله لمكان تاني عشان يرجع للزمالك استقراره؟ لا يا جماعه مش كده. فانا بقول لك النهارده اللي بيحصل ده هي بدايه، انا بقول بدايه كمان سيئه جدا لما هو أسوأ لما هو قادم إن شاء الله. لو الامور استقرت واستمرت على الوضع اللي هي عليه. انا اعلم عن المستشار مرتضى ومجلس الاداره ان هو مقاتل وهنقاتل حتى النهايه بلا شك، يعني صدقوني هنقاتل حتى اخر رمق زي ما بيقولوا، حبا في نادي الزمالك وحبا في الجماهير العموميه وحبا في جماهيره، ويعني ما حدش هيتاخر في ثانيه مجهود لصالح نادي الزمالك. استاذ عبد الشافي، ألف سلام عليك كابتن خالد. الله يسلمك. علينا في البداية أنا بس عايز أتكلم أول وجهة نظري، إحنا ليه بنجلد الذات؟ الزمالك اتعصر في ماتشين أربع نقاط راحوا، إحنا لسه في بداية الدورة في الأسبوع الخامس. الزمالك اتغلب من طلائع الجيش واتغلب من إنبي واتعادل مع المصري الموسم اللي فات. صح، وكسب الدوري قبل ما الدوري ينتهي. قبل الدوري اللي ينتهي. لسه إحنا كمان في بداية الدوري. يعني أنا ضد جلد الذات. في أخطاء، المدرب عنده أفكار لازم تتعدل، زيزو ما يلعبش غير ناحية اليمين. زيزو أحسن لاعب في الدوري وهداف الدوري من ناحية اليمين. ما ينفعش يروح شمال. لا وخلينا نتكلم بأمانة برضو، مش شكرا في مجلس الإدارة، لا أنا هترك لحضرتك، أنا يعني بقطع وهترك لحضرتك كل الحرية. خلينا نتكلم بأمانة برضو، المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة طارق كل الصلاحيات لفريرة. لا دي معروفة، دي مفروغ منها. يعني لا دي برضو يمكن في سنين قبل كده كان يقول لك الحق المستشار مش عارف في تدخلات ايه. لا دلوقتي اهو من حرية مطلقة. حرية مطلقة الصفقات المراكز كل حاجة يا كابتن خالد. فريرة مدرب كبير، هو جاي لنا بروفيسير، مش احنا ادينا له لقب بروفيسير، هو جاي من بره والاتحاد الدولي مديله لقب بروفيسير، مدرب كبير وعبقري ومن احسن صفقات اللي عملها الزمالك، بس احيانا العبقري يخطئ طبعا، والاخطاء العبقري على فكره ممكن تبقى كارثيه، ده ربنا قال كده يعني. صح. العبقره دايما اخطائهم كارثيه، فالاخطاء دي كلها تتلم. احنا بنتكلم في الاسبوع الخامس، الزمالك ممكن يحتفظ بدرع الدوري في اللحظات قبل اللهب، نهايه الدوري باسابيع، قدامنا 29 اسبوع، فالدوري طويل. دي واحد. الحاجه الثانيه، الزمالك جمهور الزمالك عنده قلق، بس جمهور الزمالك اللي بيعشق نادي الزمالك اللي بيحب نادي الزمالك قلقه ايجابي، خايف على الزمالك. عاوز افرق بين القلق الايجابي والكتائب الالكترونيه الشمتانه. صح، الكتائب الالكترونيه الشمتانه بيقول لك الحق الزمالك غرق، الحق مش عارف. هو لحق. انا عاوز اديك عنوان في الحلقه دي، ما تخافوش على الزمالك ما دام رئيسه مرتضى منصور. صح بالظبط، هذا الرجل لا ينام من اجل نادي الزمالك، ما هو قادر يروح مكتبه وقادر يروح المصيف وقادر يروح القصر بتاعه في اسكندريه ولا في الساحل الشمالي ويسيب نادي الزمالك. لكن بره على الراجل قصر بقى. استاذ عبد الشافي، وضع الحزن على المستشار مرتضى، وحضرتك يمكن كنت بتكلم وانا قطعت حضرتك ورحنا لمكالمه المستشار مرتضى، حابب تعقب حضرتك على كلامه. اولا المستشار مرتضى اول كلمه قالها لك قال لك انا حزين. انا واحد من الجمهور، يعني مش بتعامل كرئيس نادي في الوضع ده، لان نادي الزمالك كوره. قال لك انا حزين على النتيجه. النتيجه مؤلمه، ده البطل، الزمالك ما زال هو البطل يا كابتن خالد. دي واحد. الحاجه الثانيه نتكلم
على فريق موسمين متتاليين هو بطل الدوري بيقدم الحلول، وفريرا كان يقدم لنا حلول في 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 موسم الماضي، وما عندوش سكواد، ما عندوش سكواد يا كابتن خالد، وكان بيقدم وقدم لنا الناشئين اللي احنا بنتباهى بيهم، اللي هو منهم حسام عبد المجيد واسامه وسيف جعفر ونيمار اللي انا شايفه ده بديل بن شرقي، ونيمار ده هيبقى لاعب هايل جدا جدا. فانت بتقدم بدائل وبتقدم عروض، وكمان ايه الزمالك كمان كان يلعب السنه اللي فاتت بطريقه اللي هي بلس 90، يعني يجي في الجون بس انت عارف الزمالك هيجيب جون، انت عارف الزمالك هيكسب بدنيا يعني ماتش المقاولين حسام عبد المجيد اللي خلصه، ففي ماتشات كتير في ماتشات كتير انت لعبتك اللي بتخلصها. انا مش قلقان على الزمالك لان احنا في بدايه موسم، ومش قلقان على الزمالك في وجود المستشار مرتضى منصور، لان هو اللي بيواجه كل المشكلات دي، وهو قادر على مواجهه كل المشكلات وقادر على تقديم الحلول، بس في نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نضغط عليه بده ضغوط، يعني ضغوط كتيره قوي صح. يعني حتى ابناء ما يدعون ان هم ابناء الزمالك كل شويه حد يطلع بيان، ما ينفعش يا جماعه، ده انت في يوم من الايام كنت لاعب في نادي الزمالك، اللي مش عاجبك انتصارات الزمالك، مش عاجبك ان الزمالك هو البطل، مش عاجبك الانشاءات الموجوده في الزمالك، يا اما عليك ان تصمت وتسيب السفينه تسير، يعني القافله تسير والنادي يمشي، وما تطلعش بياناتك ووفر عليك بياناتك، لكن انت بتتزامن كل حاجه مع الطرف الاخر، يعني بتطلع بيانات في توقيت في الطرف الاخر بتطلع بيان ومقدم فيك شكوى، هو في ايه؟ ليه كل الضغوط على نادي الزمالك؟ هو نادي الزمالك ده مش مؤسسه وطنيه؟ هو نادي الزمالك ده مش مؤسسه تابعه للدوله ومؤسسه بتقدم نشأ وبتقدم منتخبات بتخدم المنتخبات طبعًا المصريه طبعًا وبتخدم الاعضاء وبتقول دور بتقوم بدور مجتمعي، دور مجتمعي بتخدم المجتمع اللي هو فيه وكمان جمهورها بالملايين في مصر وخارج مصر. فانا شايف الضغوط كتيره، لكن علينا ان ندعم فيريرا، ندعم الزمالك، نقف جنب الزمالك، وزي ما انا قلت يا كابتن خالد جمهور الزمالك هو الدعم الرئيسي طبعًا. جمهور الزمالك اللي بيحب الزمالك عنده قلق بس قلق ايجابي، لكن الكتاب الالكترونيه الشمتانه دي اعتقد دي احنا مش واخدين بالنا طبعًا. زي ما كنا الموسم اللي فات ناس كتيره بتقطع في الزمالك، احنا مش شايفينكم احنا مش شايفينكم، واخلي الزمالك المساله تسير والزمالك ان شاء الله يتوج بالبطولات. حابب اسالك كابتن خالد، كابتن عبد اللطيف، على الكلام الفني اللي قاله المستشار مرتضى وتدخله وعدم تدخله ويمين ويقول لك اتدخلت لا مش هتدخل و يعني الراجل يعمل ايه؟ لا هو بامانه السيد المستشار مرتضى لا كل كلامه طبعا محترم جدا، على اساس دي قياده، هو القائد الاول في نادي الزمالك، فمدي كل الحريه الفنيه للجهاز الفني، وكمان برضو امير قائم بعمله تماما في النواحي الاداريه، فبالتالي كل واحد ليه عمله، وهو دوت اللي بيوصل لنادي الزمالك او اي نادي تاني طبعا للنجاح. لكن طبعا ان فعلا لو سيادة المستشار مرتضى طبعا تدخل هيبقى السبوت طبعا عالي جدا على سيادة المستشار، والمأجورين بعدين الكلمه الصغيره كابتن خالد ما هتبقى كبيره، هتبقى كبيره، فهو طبعا سيادة المستشار طبعا سايب الحريه كامله، وده طبعا دي العقليه الاداريه الكبيره طبعا، ان في نواحي فنيه خاصه بمستر فيريرا. بس احنا بنتكلم ايه، هو نفسه قالها، قال لك هو سامسون ومحمد عبد الغني بالظبط، هي دي المشكله يعني. يعني الراجل يعني الراجل متواجد، حتى اخلي الراجل انا من وجهه نظري اخليه معايا على الدكه معايا، بحيث ان لو حصل اي مشكله في الجيم اقدر انزل دوت، انا اغير سيستم المباراه، لانك انت عندك ورق كتير وورق محترم. فيمكن النهارده برضو في نادي الزمالك يمكن يعني في الشوط الثاني هو لما عمل التغيير عبد الله جمعه فلعب باربعه تمام، بس انت مش لاقي الاضافه الهجوميه كاسترايكر ان هو يقدر يستفيد من الكورسات بتاعت زيزو او بتاعت مصطفى شلبي، يعني عارف هي دي بس القضيه لكن اللي انا بتمناه ان شاء الله باذن الله ان برضو الاصابات ترجع في خلال الفتره اللي جايه، ان يكون السكواد كله يكتمل، وان شاء الله باذن الله انت في بدايه الدوري يا كابتن خالد، فدي مش مشكله، لكن اللي جاي هو اللي مهم جدا طبعا. لان عايز برضو في حاجه مهمه جدا، انت الدور الاول كل ما انت ما بتحصل نقاط عاليه جدا انت بتمشي كويس جدا في الدور الثاني، لكن لما بتفوتك بعض النقاط في خلال الدور الاول هتفرق معاك في خلال الدور الثاني. لكن نتمنى ان شاء الله يعني الحمد لله ان نادي الزمالك حتى ما فيش بفضل الله تعالى ما فيش هزيمه، ده تعادل، لكن اللي جاي مهم جدا يكون في تركيز سواء فني او اداري، ونتمنى ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه
بصرف النظر عن بيراميدز، انت هتلاعب بيراميدز وتلاعب النادي الاهلي وتلاعب كل المباريات بالنسبه لك مهم. النهارده حضرتك اسوان كسب فاركو طبعا فباذن الله ان شاء الله يعني امنيتنا باذن الله الزمالك فنيا واداريا والمشكله باذن الله تبقى خير على نادي الزمالك ونادي الزمالك ان شاء الله يحصد البطوله ان شاء الله السنه دي. كابتن عبد اللطيف بدايه كلام المستشار قال لك انا زعلان زي كل واحد زملكاوي والزمالك هو كوره ورغم الحاجات الثانيه لكن الزمالك هو كوره بالظبط ودي الحقيقه بالظبط. اكيد طبعا كلام منطقي جدا من سياده المستشار وطبعا طبيعي ان هو طبعا كل واحد له دور وكل واحد لابد يبقى عارف دوره ايه بس انا عايز اقول برضه حاجه ما فيش ما يستدعي ان انا يعني يبقى في تدخل في التوقيت ده. احنا زي ما قلت لحضرتك فرق 4 بونت مش كتير في كره القدم دي مباراه ولكن اذا الامور زادت عن الحد برضه عقب على حاجه طبيعي جدا ان مجلس الاداره الصبح ان هو يقدر يتدخل ويستدعي الراجل واسباب ده مش توقيته دلوقتي لان ما فيش ما يستدعي. انا بتكلم في فرق مباراه لكن اذا الفرق حضرتك شفت او في انهيار زي ما بقولهم او في امور بتلاقي مثلا واحد باك ليفت بيلعب باك رايت واحد امور في الكوره مش طبيعيه هنا تدخل لكن الامور انا شايف ان هي طبيعيه. اخفاق من المنافس مباراه واحده بتلاقي نفسك انت الاول او الثاني الموسم طويل وحضرتك شفت المستشار والمجلس المحترم ادى طبعا مثال الموسم اللي فات لما خسر طلاع الجيش وخسر انبي مرتين ولا بعض ما كانش في اي ضغوط خالص من مجلس الاداره خلى الناس تشتغل بارتياحيه فبالتالي النتائج جت طبيعيه وجت ايجابيه واخذ الزمالك بطوله الدوري فاتمنى ان شاء الله كده ان تبقى كبوه وان شاء الله الكبوه تعدي وحضرتك زي ما قلت لك فرق مباراه واحده بس اعتقد يعني لما في الموضوع مبالغ فيه تماما يا كابتن خالد ان احنا وانت بتلعب فرق يعني فرقه قويه حضرتك اشرت النادي المصري الموسم ده طبعا عمل صفقات قويه جدا جدا فبالتالي انت ما خسرتش التعادل قدام جمهور الزمالك زي الخساره ولكن في الطبيعي برضه انت ما خسرتش انت فقدت 4 بونت سهل جدا تعويضهم اتمنى ان شاء الله كده بدعم مجلس الاداره والراجل عنده الخبره ان هو يقدر يرجع الامور الطبيعيه تاني ان شاء الله واتمنى بقى من لعيبه نادي الزمالك يحسوا شويه بالجمهور يحسوا بمجلس الاداره يحسوا ان الناس زعلانه الناس غضبانه جدا اللعيبه في ايديها ان هي تقدر ترجع ثقتها تاني بنفسها تاني والروح ترجع وان شاء الله كل التوفيق في الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله. استاذ صبحي بسلام يمكن المستشار مرتضى استشهد بكلامك وقال لك زعلان زي ما الاستاذ صبحي قال انا زعلان وحزين على ضياع النقاط لكن انا مش عارف اعمل ايه من الموسم اللي فات اعمل ايه اتدخل لا ما اتدخلش. بمناسبه التدخلات احنا شفنا النادي الاهلي كان عنده اخفاق كتير وبعد كل اخفاق كان الكابتن محمود الخطيب بينزل يقعد اما في صاله الالعاب مع لعيبه الهاندبول والطايره والسله او في ملعب كره القدم ومع ذلك لان اعلامنا اعلام اعور بيشوف بعين واحده كان بيطلع يسقف للمشهد يقول لك الله الكابتن محمود الخطيب لم الشمل ولم الدنيا في الملعب. المشهد ده لما بيحصل في الزمالك مرتضى منصور بيتعرض لانتقادات غير عاديه غير عاديه من معظمها من الكتاب الالكتروني لكن انا اعرف على رأي مرتضى منصور ده الكابتن جمال لما علاقته طيبه بجماهير النادي طبعا. ففكره التدخل هضم صوتي لصوت الكابتن الدوماني واقول لك في توقيت معين فعلا لازم اتدخل. انا اسف جدا وبقول لسياده المستشار انت بتقول مش هتدخل انا بطالبك كزملكاوي بالتدخل في اوقات معينه بشعر بخلل ممكن اشعر مش مطمئن. هتقول لي السنه اللي فاتت دعمت بس كانت الولاد مشجعينك والجهاز الفني مشجعك والدنيا ماشيه كويس لكن عند ما يبقى في الاول وعندي العقبات دي انا مش بقول له تدخل فنيا عشان ما الصبح ما لقاهاش على فيديو الناس بتقول لك لا انا ادخله رقابيا ومحاسبيا اجيب المدير الفني زي ما قال دوماني اقعد معاه يا عم انت الناس بتقول ان عندك اخطاء طيب انت عندك لعيبه كتير ما بتلعبش ليه في مواقف شخصيه ولا المساله فنيه افهم منه الدنيا ماشيه ازاي ولا ده غلط ما بقولش انك انت روح قول له لعب لي مصطفى شلبي وقعد لي نيمار على الخط مش بتاعتك ولا بتاعت المستشار توقيت والله العظيم من دلوقتي الزمالك نادي بطل والزمالك حامل لقب والزمالك بيطمح في الاهم من الدوري انا عندي السنه دوري ابطال افريقيا ولو استمرت الامور على هذا النحو ممكن اروح في حته مش كويسه فالطبيعي ان يكون رئيس النادي موجود وفي ايده كرباج لاي حد نادي الزمالك يا جماعه مش قليل لا طبعا نادي الزمالك النهارده في ناس يعني حجم الملايين اللي نايمه النهارده بنقطتين ضايعين زعلانين يخلوني لا انا اتحرك ودي الحق الرئيس نادي الزمالك ايا كان اسمه مين يا اخي مش المستشار لو رئيس النادي خالد لطيف
فمن حق الكابتن خالد يتدخل النهارده وتتابع، ما بقولش اتدخل في عمل فني، يراقب نمرة اثنين. من ضمن برضو الحاجات اللي لفتة نظري وانا فيه اهو في قناة الزمالك، والله لا بهاجم، مش هاجم نادية يعني طبعا، كم الاصابات الكبير في الفريق، كم اصابات غير عادي. الزمالك اصبح مستشفى هذا الموسم، عندي 10 11 اصابه منهم بداية موسم، ومنهم اصابه طبعا دي مهمه جدا، ومنهم يعني اصابات فترات طويله. عندنا دكتور عبقري محمد اسامه جينيوس ما شاء الله، فعلا دكتور عالمي، لكن انا عايز تفسير للغيابات خاصه في بدايه موسم. طبعا عندي هل احمال زياده، هل احمال قليله، هل في اصابات قديمه، هل يعني بص، هي امور كتير يا جماعه، احنا هنا قاعدين في بيتنا بنناقش امورنا، من الطبيعي نواجه بعض، لو عملنا نفسنا مش واخدين بالنا هنتخب التاني، لا احنا عايزين نستوب ونبدا نعالج اخطائنا، زي ما كان في النهارده اخطاء كارثيه في خط الدفاع، منطقه قلب الدفاع دي يا كابتن خالد النهارده مش ممكن يكون ده قلب دفاع الزمالك، الحته دي مش الزمالك، غياب الولد فتوح ما اثر تاثير غير عادي. النهارده فيريرا لما اضطريت تطلع عبد الله جمعه، انا كنت فاهم انه هيودي هنتكلم كوره بقى عمر جابر ناحيه الشمال ويخلي المسلسي مكانه، عمل العكس، كل دي امور ماليش علاقه بيها، بس في امور بره الملعب زي ما قلت في بدايه الحلقه يا استاذ خالد. انا بقول لك يا استاذ لانك استاذ اداره واستاذ اعلام من وجهه نظر، مش هقول لك يا ربنا يخليك ده، فانا شايف انه في امور بره الملعب لازم طبعا، وانا عارف يبقى عليها سبوت وعليها رقابه بشكل جيد جدا ويرضي من ناس زعلانه. تزعل جماهير الزمالك، جماهير زواخه، جماهير بتتفرج على كره قدم، عارف النهارده لو الزمالك عمل عرض عالمي واتغلب والله بنطلع نسقف له، هي صح. دي كره القدم صح. لكن الفكر مش بس نقطتين ضاعوا، الفكر ان انا حاسس بقلق. استاذ عبد الشافي اخيرا قبل ما نختم الحلقه يا جماعه، تقرير الجمباز جه ولا لسه؟ عشان بس طيب استاذ عبد الشافي، استاذ خالد عايز اقول حاجه مهمه يمكن اتضامن مع كابتن دومان وصبحي. شكرا. ما فيش حاجه اسمها الحريه مطلقه لاي حد بيشتغل، ما فيش حاجه اسمها حريه مطلقه يا كابتن خالد، لازم يكون في تدخلات، مش تدخل اتدخل بعملك الفني ولكن دور رقابي. صح. رئيس نادي برشلونه كان يتدخل لما برشلونه كان ساءت نتائجه في احد المواسم، كان يتدخل مش يقول لهم لعبوا فلان وما تلعبوش علان، لكن تدخله ايه اللي بيحصل، اسبابه ايه، تداعياته ايه، والنتائج رايح على فين. فتدخل رئيس النادي في اي امر من امور تخص الفريق، لان ده مستقبل النادي، نادي الزمالك نادي كره قدم، جماهير بتستناه عشان كره قدم، وجمهور نادي الزمالك يا كابتن خالد بيفهم في الكوره، جمهور زواق، بيقول لك اشمع لعبت المسلوسي باك ليفت وهو مش لعبته، ولعبت عمر جابر باك ليفت ودي مش مكانه، وجبت الجزيري من ناحيه الشمال، ولعبت شلبي من ناحيه وزيزو. فانت جمهور الزمالك جمهور فاهم كوره، مش بيشجع وبس، الجمهور فاهم كوره. فتدخل رئيس النادي في اي لحظه لما يكون هناك نتائج معرضه للخطر ده مش عيب. انا بطالب مستشار مرتضى منصور يتدخل، مش يتدخل في التشكيل، لا التشكيل والتغيير والحاجات دي، ده حتى قال المستشار قال كلمه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، قال لك الكابتن امير لا يجرؤ انه يتدخل، قالها بنفس اللفظ، ده حقيقي وده حقيقي، المشرف العام على الفريق، لان هو دوره وضع منظومه الملعب. كره القدم خارج منظومه الملعب. احترافيه على الطريقه الاوروبيه، مش دوره يتكلم في التشكيل، امام عاشور لعب، فتوح مغايب ليه، عبد الغني ما لعبش، مين مش بيجهز. فالزمالك دلوقتي بند الاصابات برضو لازم يفس في صرف بند الاصابات، بند الاصابات ده مهم جدا. وبعدين عاوز اقول لك حاجه يا كابتن دومان، ده انت جاي لك دونجا مصاب، وبعدين نضاي منتخب يعني مع المنتخب، لا في اصابات مع المنتخب، مع المنتخب نضاي يا دوب لعب ماتش كاس لوسيل واصيب، سامسو يا ريال اصيب و10 اصابات كتير، بس في برضه اصابات لغز برضه، بس يعني اسمح لك استاذك في اصابات داخل الملعب بالظبط، بتبقى في اصابات داخل الجيم نفسه، دي اصلا ما تقدرش تتحكم فيها يعني، لكن الاصابات الحمل، لا خلي بالك الحمل التدريبي طولت الاجل يعني اللي بتطول يا كابتن بتطول شويه، بس في يعني 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 الونش الاصابه احنا شفناها في الملعب متضرية. لا الونش بره ودونج بره، انا بتكلم ايه اللي طبيعي اصابات طويله، ففي اصابه خالد بتبقى في خلال الجيم نتيجه لعبه نتيجه خشونه طبعا كابتن دوماني طبعا، لكن انت بتتكلم بقى على الحمل، الحمل ده هو اللي يختلف عدد كتير. اقول لك سر يا كابتن، محمود الونش وهو من اهم المدافعين في افريقيا طبعا، الموسم اللي فات تحامل على نفسه ماتشات كتيره جدا ولعبها مصاب من اجل نادي الزمالك عشان يسعد جماهير الزمالك، تحامل على نفسه وكان مصاب وماتشات كتيره اعرف انه لعب مصاب، وهو طلع بعد نهايه الموسم قال عشان سعاده جمهور نادي الزمالك. ففي اصابات اللعيبه بتحملوه الموسم اللي فات تحملوا ده، فالموسم ده انا ما اعرفش الاصابات الغريبه اللي بتحصل دي عايزه تفسير،
غياب 11 لاعب. طب فيريرا دخل الموسم اللي فات من غير سكواد وقدم اروع موسم في تاريخ نادي الزمالك. احنا عايزين الاروع ده يستمر الموسم ده، خاصه وان اداره النادي وفرت له كل البدائل، وفرت له في كل مركز لاعب واثنين عشان ما يبقاش عنده ازمه في السكواد. بالظبط. الحاجه الاكتر انه كمان فيريرا يقعد مع نفسه. احنا انا بدعم فيريرا وجمهور الزمالك بدعم فيريرا والمستشار مرتضى منصور بدعم فيريرا لان هو المدير الفني العبقري والبروفيسور، لكن لازم يقعد مع نفسه شويه في تعديل مراكز اللاعبين. على العموم مكملين مع حضراتكم، هنروح لفاصل ونرجع عقبال تقرير الجمباز بعد الفاصل، نتواصل مشاهدينا. رجعنا لحضراتكم، يمكن بشكر المستشار مرتضى دار ما بيني وما بينه كده مكالمه هاتفيه في الفاصل، وحتى يعني تقرير الجمباز بعد ما شاف حالتي ويعني سلامات اجل تقرير الجمباز لبكره واجل حتى الحلقه ان شاء الله للجمعه القادمه، وغدا هيبعت الورق المعتمد الرسمي من البنوك ومع الشؤون القانونيه لنادي الزمالك مع مذيع حلقه غدا ان شاء الله، يوضح فيه كافه الحقائق بالمستندات والخطابات المعتمده من كل البنوك المصريه اللي نادي الزمالك ليها حسابات فيها. غدا ان شاء الله هتبقى حلقه فيها العديد من كشف الحقائق كعاده المستشار مرتضى، وبشكره على تاجيل حلقته للجمعه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله كون خفت، وبعتذر لحضراتكم مره ثانيه لو في اي حاجه خطا او صوتي او وبشكر المستشار مرتضى وبشكرك استاذ صبحي، شرفتنا ونورتنا. الف سلام عليك. شكرك يا استاذ عبد الشافي. الف سلام عليك، شفاك الله. شرفتنا ونورتنا. كابتن عبد اللطيف الدوماني، شرفتنا ونورتنا. كابتن احمد متولي، شرفتنا. خير والف سلام عليك ونورتنا، وبشكر حضراتكم وسامحوني النهارده على استحمالكم ليا ان شاء الله. حلقه جديده غنى ان شاء الله من زملكاوي فيها العديد من المستندات اللي تحدث عنها المستشار مرتضى بالادله والبراهين واختام البنوك مع الشؤون القانونيه لنادي الزمالك. شكرا والى اللقاء.